الجيتار آلة موسيقية وترية، صارت آلة شبابية كتير ومنتشرة كتير. في عدة أنواع للجيتار، في جيتار أكوستيك، في جيتار إلكتريك، وجيتار كلاسيك. أنا هيدا المعي هلأ هو جيتار كلاسيك، بتفرق بيناتهم بنوعية الصوت. هلأ الجيتار الإلكتريك، الجيتار الكهربائي بيكون غير شكل، بيكون أنحف من هيك، وحتى بيتألف من عنده ثلاثة تار بيكونوا من الفلولاذ والثلاثة تار من الحديد. الأكوستيك بيكون عندك أربعة تار من الفولاذ وترين من الحديد. أما الكلاسيك واللي هو الستاندرد اللي بيكون كل العالم تعرفه، بيتألف من ثلاثة فولاذ وثلاثة نايلون اللي هول هن. بدنا نتعلم كابتداء الجيتار، ما ممكن نكون من بعد هالدروس نكون بروفيشنال، بس نقدر نكون تعلمنا الشيء نقدر نواكب مع الأغاني ونعرف ندق كيف الجيتار. الجيتار هيدا الكلاسيك وبشكل عام مؤلف من ثلاث أقسام، اللي هو الصندوق من هون لهون، اللي هون بيتعبى الوتر، وهون بيتعبى الصوت واللحن بيطلع من هون، والزند اللي نحن بنعزف عليه، والدوزان اللي بنقدر ندوزن الأوتار فيها. هلأ الزند إذا مثل ملاحظين مقسم لخانات، هالخانات هاي ضرورية كتير بالجيتار أو كجيتار كلاسيك. هلأ في إذا قلتولي نحن بنشوف جيتارات ما لها خانات، لا الجيتار ما لها خانات بتكون بيز أو غير نوع من الجيتار. يعني جيتار بيز عادة في أحيانا بيجوا منهم من دون خانات، الجيتار هو بيجي مع خانات حتى نقدر ندق عليه النوتات. بيتألف الجيتار من ست أوتار مثل ما قلنا، ثلاثة فولاذ وثلاثة نايلون. الأرقام الأوتار بتبلش من تحت، يعني نحن فينا نقول لذا قلنا الوتر الأول بيكون هيدا هو، الوتر الثاني، الثالث، الرابع، والخامس، والسادس. ما بنعدوا من تحت من فوق، من تحت. الوتر الأول، الثاني، الثالث بنعدوا من تحت، حتى بكل الميوزيك مكتوبين من تحت لفوق. وكمان في عنا حتى نقدر ندق بأصابعنا، كان باليمين ولا بالشمال، في أسماء للأصابع. إذا بلشنا بإيد اليمين، إذا هيدا الإصبع بنزله بحرف B، وهيدا الإصبع بنزله بحرف I، وهيدا الإصبع حرف M، وهيدا A، وهيدا قليل الاستعمال بنزله بحرف E. فإذا P B I M A و E. العزف والقعدة كيف بدها تكون؟ بدها تكون بهالشكل، الظهر مشدود، هيدا الدورة تكون كلها معباية على الإجر من هون، طبعاً مع الاستعانة بشي نرفع إجرنا أو البيدال، ويكون الجيتار هون مغطي الصدر مع ظهر مشدود. هلأ هيدي الإيد اللي هلأ تعرفنا عليها ما أصابعها لازم تكون فوق هيدي الدورة حتى نقدر نحن ندق ويدخل الموسيقى لجوات الصندوق. هيدي الإيد اللي هي اليسار اللي هي بدنا ندق على الزند. هلا أول شيء نتعرف على أسماء الأصابع اللي هي ما لها أسماء، هي أرقام بالحقيقة، اللي هيدا رقم 1 2 3 4. طبعا هيدا ما بندق فيه لأنه بيكون مخبى من وراء. طريقة الوضعية والعزف واللي هي أهم شيء اللي كتير بيخربطوا فيها، هي تكون هيدي الإيد لقدام وهيدا الإصبع مختفي وراء، ما بصير يبين من فوق، لازم يكون مختفي من وراء، وهون مو دائر بالخشب. مندق بهاش طريقة هاي. هلأ بتشوفوا أنتو كيف وزعت أصابيعي، كل إصبع على خانة معينة هون. نحن هيك منكون أخذنا position أو وضعية بيسموها position 1، وضعية الأولى واللي هي بتتحدد بهالإصبع هاي. نحن أخذنا هلأ position 1 محددة بهالإصبع. إذا قلت بدي ناخد position 2 نعمل هيك كمان، تتوزع الأصابع على الخانات اللي هي هون 1 2 3 4. إذا قلت بدي position 5 بعمل هيك كمان، توزعت أصابعي على position 5 عن طريق هيدا 1 2 3 4 5.